طيب النهارده نروح اقول لك مبروك، كسبت منك الرهان، قلت لك هيتعادل، انت قلت الزمالك هيفوز. اه فعلا الزمالك اتعادل النهارده. لا قول لي انت، قول لي انت هزمتني عشان استمتع. انت هزمتني في الضمنه يعني، عشان لا تستمتع يا علاء، انت مفيش دي توقع، توقعات ناشفه ما فيهاش جوائز. مفيش توقع كسبته مني من ساعه معرفتك. والله يا ابدا انا اللي ما بسجلكش. طب والله بعد كده انا اسجل لك بقى، والله يا ابدا. ماشي بس مبروك يعني، على العموم كويس برضو التعادل، كويس الزمالك ما اتغلبش. آه كمان برضو بنبارك لجماهير النادي الاهلي. آه التاهل طبعا كانت مباراه برضو مباراه ارهابيه من وجهه نظري، كان فيها ترهيب ورعب وفي مش عارف يعني، كان مشاهد غريبه يعني، ما اتفرجش على مباراه كوره بصراحه. المواضيع بقت صعبه جدا في السودان، الله يكون في عونهم يعني، في طيب الامن السوداني. طب طمنا ايه اللي قاله كارديرون بعد المباراه، واللي فرقه هتوصل امتى، والبرنامج بتاعهم. هي الفرقة المفروض هتركب فجر الاثنين، وكارتلون طبعا هي المباراة يعني الزمالك قدم مستوى متوسط النهاردة، ظهر بصورة كويسة محمد عواد، محمد حسن واحمد سيد زيزو برضو قدموا مستوى جيد. المباراة شهدت مشاركة كاسونجو بعد غياب طويل جدا جدا، بقاله اكتر من 6 شهور ما بيشاركش. طبعا كان تم عرضه لاحد الانديه المغربيه وما تسجلش ورجع يعني بقاله فتره، النهارده شارك وهو شكر زمايله على المسانده وشكر نادي الزمالك عموما يعني كاسونجو. برضه المباراه شاركت مشاركه محمد عنتر، بقاله برضه فتره طويله ما شاركش. والنهارده اللي ظهر بصوره كويسه جدا جدا واتكلم عليه كارتلون في المؤتمر الصحفي اسلام جابر واحمد عيد، اتكلم عليهم الثنائي وقال عليهم ان هم عملوا مباراه كبيره وهو راضي جدا جدا على ادائهم، لان قال ان اسلام جابر ما عندوش خبرات كبيره في افريقيا واحمد عيد ناشئ، فان هم يأدوا بالصوره دي ويظهروا بالصوره دي فده شيء اسعده جدا يعني. واتكلم بقى على المباراه وقال ان هو سعيد بالتاهل، وقال ان هو بقى له 10 سنين في الاجواء الافريقيه وعارف الطقس وعارف الامور كلها، وقال ان مجموعه الزمالك قويه عشان الناس اللي بتقلل منها وبتقول لا دي مجموعه ضعيفه، وبدليل تاهل الزمالك ومازيمبي قبل الجوله الاخيره قال لا هي كانت مجموعه قويه بس احنا تمكنا من حجز بطاقه التاهل. وقال ان هو جاهز يقابل اي فريق في دور الثمانيه، ما عندوش اي مشكله خالص، قال فريقه جاهزه لمقابله اي فريق في دور الثمانيه. واتكلم ان هو بين شوطين المباراه لما انتهى الشوط الاولاني بالتعادل بدون اهداف، قال ان هو طالب اللعيبه ان هم يبذلوا اقصى جهد جوه الملعب ويتغلبوا على درجه الحراره، قال لك ان درجه الحراره دي برضو اثرت في اخر الشوط الثاني على جهد اللعيبه. واتكلم على جنش وقال جنش ما شاركش وكان خارج قائمه المباراه، لكن انا متفق معاه ان انا هدفع بيه في المباريات لما الاقيه جاهز فنيا وبدنيا. تمام. طبعا لعيبه الزمالك سعداء ان هم ما تهزموش، لان فريق الانجولي شد حلو قوي في الشوط الثاني وكان بيطمح ان هو يفوز على الزمالك، لكن في الاخر محمد عواد نجح انه يحافظ على شباكه نظيفه والمباراه انتهت بالتعادل السلبي. عندنا بقى مؤتمر طبعا اللي بعد سعاده رئيس نادي الزمالك. انا جالي كده تفاصيل هو هيتكلم في ايه يعني. اتفضل. هو هيتكلم وهيقول ان رئيس الاتحاد القطري هيبعت خطاب للاتحاد الافريقي يقول له ان هو هيأمن بعثة الزمالك وما يلاقوش والكلام ده، بس الحقيقه الخطاب مش هيكون بالصيغه دي، مش هيكون بالصيغه اللي ايه اللي رئيس نادي الزمالك هيقولها. تمام. انا عرفت ان الخطاب هيخرج ان رئيس الاتحاد القطري هيقول ان قطر هتبذل اقصى جهد ان المباراه تخرج بشكل رياضي مشرف، وان المباراه يبقى فيها امن وامان للجماهير وللبعثتين الفريقين الزمالك والترجي. تمام. وليس الحديث عن الزمالك فقط، هيتحدث عن الجماهير وعن الفريقين. خليني اقول لك ان هو مرتضى منصور دلوقتي من دقائق اجل المؤتمر يوم، وقال نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامه للصحفيين ان مؤتمر الصحفي سيعقده المستشار الاثنين بدلا من الاحد الساعه 11 صباحا، وتم ترحيله يوم. تمام. انا هو كده اجله مستني لما رئيس ما هو خلي بالك ما هو قال كده امبارح في القناه لما قال لك يوم الاثنين احمد هياخد قرار احتمال ينقل المباراه، بيضحك على الناس.
مفيش كلام ده، مفيش نهائي المباراة ولا الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. المباراة مقامة في 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 ملعب في في الدوحة، مقامة في دولة قطر، مفيش كلام. التذاكر بتاعت الزمالك خلص، التذاكر المباراة خلص. طيب قول لنا بس قول لنا الزمالك استأنف تدريباته كده الثلاث ولا الاثنين لما يرجع؟ لا اعتقد هيبقى هو الزمالك عنده مباراة يوم 5 مع الحرس، يبقى كده هيستأنف يوم 5 ده يوم الخميس، يبقى لازم يستأنف المران الاثنين ولو حتى فك بسيط يعني العضلات، فك عضلاته كده. طيب بس هو وطبعا هو مريح هنا عناصر مهمه، مريح طارق حامد، مريح ساسي، مريح محمود علاء، مريح ابو جبل، مريح مصطفى محمد برضو ايه حساب طول السفريه، مريح عناصر اساسيه عشان يكونوا ايه فريش وفايقين ويشاركوا في مباراة الحرس، ومباراة الحرس هتكون قوية مش ضعيفة طبعا، لأن كل مباريات الدوري دلوقتي قوية. طيب وبكرة هنتكلم بالتفصيل عن المؤتمر الصحفي وما معك من كواليس وأسرار ومرتضى هيقول لك بقى ما دام خلال اثنين بقى مش هنتكلم بقى لا بكرة عشان نقول له كل اللي هيقوله تاني يوم عشان نوفر على الناس اللي هتروح. يعني راجل صارف وبتاع وعامل مطار وأنت عايز تبوظ له الليلة، يعني ده كلام. انا هقول لك هيشتمني يقول ايه وهقول لك مين اللي هيشتمهم وانت تقول لي باقي الحاجات. اتمنى بقى ان هو يشوف عنصر جديد يشتم، لان كده الناس خلاص حفظت كل لا في عنصرين جداد، يعني كده هيعمل استبدال اتنين لعيبه. لا ما عملش استبدال، زود على شبكه الجواسيس اتنين. يعني مش هيعمل استبدال، هيضيف اتنين على القايمه. ضاف اتنين على القايمه، يعني كان الاول بيشتم في 10، هيضيف مهيب عبد الهادي واحمد بلال يبقى 12. يبقى 12.